بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع سلسلة تمارين الشغل والطاقة والعقلية، نبدأ بالتمرين الأول. الصديق يقول: نعتبر جسما نقطيا A كتلته M كتساوي 2 كيلوغرام. إذا نسجل المقاييس عندنا: 2 كيلوغرام قابل للاحتلال مختلف الوضعيات على المحور الزد الرأسي الموجه نحو الأعلى والمدرج بوحدة المتر. إذا المحور الزد موجه نحو الأعلى ومدرج بالمتر. أولا نأخذ كحالة مرجعية طاقة الضعف التقالية، النقطة ذات الأنسوب الزد كتساوي 2. الحالة المرجعية هي الزد، البساطة كتساوي الزد القيمة 2. احسب طاقة الضعف التقالية للجسم عندما يكون في وضعيات زد 1 وزد 2. نذكر طاقة بتسبيل طاقة الضعف التقالية شفناه في الدرس بأن RTP كتساوي M في الجي زد ناقص زد زيرو، حيث هذول عندي مهمين زد زيرو وأنسوب الحالة المرجعية وزد وأنسوب موضع مركز ثقل الجسم المراد حساب طاقة وضعه الثقالي. يعني بطريقة واحدة أخرى، يعني باش نحسب الطاقة التقالية خصني نشوف جوج حوايج: المركز الثقل الجسمي راح نحسبو طاقة الوضع التقالية شحال الزد ديالو كتساوي، والحالة المرجعية شحال الزد ديالها كيساوي. إذا الأمر بسيط، نبداو هنا. إذا أولا نبداو بالحالة الأولى، نقول هنا أولا حساب أو بي بي. الحالة الأولى عندنا الموضع في زد واحد شحال كتساوي؟ زد واحد كتساوي 6 متر. إذا نطبق العلاقة ديالي أو بي بي كتساوي لنا 101، أو بي بي واحد كتساوي لنا إم في جي في زد ناقص زد زيرو، صافي. وبما أن زد زيرو هو الأنسوب الحالة المرجعية، هو هذا، لأن هذا كيساوي لنا 2، وزد هنا ببساطة كان مركز الثقل الجسم هو اللي سماه لنا زد واحد، وزد واحد كتساوي لنا 6 متر. إذا أو بي بي طاقة الوضع التقالية كتساوي لنا كتلة الجسم اللي هي 2 كيلوغرام في جي، عطاو لنا 9.8 في 6 ناقص 2. إذا التطبيق العددي أو بي بي هاد القوة كتساوي لنا القيمة 670.4 جول. هي طاقة الوضع الثقالية ديال الجسم فاش يكون في الموضع اللي الأنسوب ديالو زد واحد كيساوي 6 متر. غادي نشوفو طاقة الوضع الثقالية. هنا عندنا الموضع ديال الأنسوب زد 2 كتساوي القيمة عطاوها لنا تما شحال ناقص 4. إذا نكتبو العلاقة ديالنا ديال طاقة الوضع الثقالية معروفة. إذا نعلم أن أو بي بي كتساوي لنا إم في جي في زد البلاصة اللي كاين الجسم ناقص زد زيرو ديال الحالة المرجعية. إذا من خلال المعطيات لدينا الحالة المرجعية الأنسوب ديالها هو 2 متر عطاوها، هو البلاصة اللي كاين الجسم. إذا الموضع اللي كاين الجسم هو زد 2 كتساوي، إذا هنا البلاصة اللي كاين الجسم سميها زد 2، زد 2 كتساوي لنا ناقص 4 متر. إذا أو بي بي نسميها 2 كتساوي لنا الكتلة الجسم اللي هي 2 كيلوغرام شدة الثقل اللي هي 9.8 في زد 2 اللي هي ناقص 4 ناقص زد 0 اللي هي 2، إذا هي ناقص 6. كتطبق العددين غتلقاو بأن أو بي بي 2 طاقة الوضع في الموضع الثاني كتساوي لنا ناقص 117.6 جول. لاحظتوا بان الامر بسيط. اذا بغيتي تحسب طاقة الوضع التقالية خاصك تكون عارف الانسوب ديال الحالة المرجعية والانسوب ديال المكان في كاين الجسم. مع السؤال الثاني قد ناخذ كحالة مرجعية لطاقة الوضع التقالية النقطة ذات الانسوب زد كيساوي ناقص 1. اذا الحالة المرجعية عندي مهمة، اذا هنا الحالة المرجعية انسوبها هو زد كيساوي ناقص 1.
دابا نفضل في العلاقة أنسب حالة مرجعية هو زاد زيرو، غندير زاد زيرو إذا عندي زاد زيرو كيساوي ناقص واحد، ونعلم أن إذا التعبير ديال الطاقة في الوضع الطاقة هي أو بي بي كتساوي لنا أم جي زاد ناقص زاد زيرو. إذا من خلال المعطيات عندي زاد زيرو كتساوي ناقص واحد، إذا العلاقة تصبح من الحالة المرجعية فاش كنختارها صافي كنبقاو ملتزمين بها. نعوضها هنا ديك الساعة الجسم غير يتغير المودة ديالو ونبقى نغير غير الزد، وهادي غتبقى دائما صالحة ما حدو ما غيروش الحالة المرجعية. إذا أو بي بي غتولي كتساوي لنا أم في جي، أم هي جوج في جي هي 9.8، عامل ديال الزد ناقص ناقص واحد، زد زيرو هي ناقص واحد، إذا غتجينا هي 18.6، عامل ديال الزد زائد واحد. إذا هذا التعبير ديال الطاقة الوضع الثقالية. هنا نحسبو الآن غناخدو في كل موضع، عندنا بعض المواضع، إذا حساب أو بي بي واحد عند زاد واحد كتساوي لنا شحال طالما تما زاد كتساوي 6 متر. إذا نعوضو هنا أو بي بي واحد كتساوي لنا 19.6، عامل إذا هاد الزاد هي اللي كتبدل المكان في كي كنوضعو جسمو اللي كتغير. بالنسبة للحالة المرجعية خسرناها بأنها ناقص واحد، إذا فالجزء الثاني كله تبقى الحالة المرجعية ثالثة، إذا الجسم لا يغير الموضع ديالو إما يطلع الفوق إما يطلع تحت، إذا غادي تغير غير الزاد ديال الجسم، إذا الزاد هنا 6 زائد واحد هي 7، إذا 7 في 19.6 نديرو الحساب غنلقاو 137.2 جول. بنفس الطريقة غادي نحسبو أو بي بي في الموضع الثاني، إذا بنفس العلاقة فقط الزيادة غادي نغيروها داك القيمة اللي عندنا، إذا بنفس الطريقة نقوم بحساب أو بي بي جوج و أو بي بي ثلاثة و أو بي بي أربعة، وذلك بتعويض قيمة زد اي يعني زد واحد ولا زد جوج ولا زد ثلاثة. إذا فاش بغينا نحسب أو بي بي جوج غناخد القيمة زد جوج، فبغينا نحسب أو بي بي ثلاثة غناخد القيمة زد ثلاثة في العلاقة أو بي بي تساوي لنا أم كتساوي لنا هادي 19.6، عامل ديال زد اي ناقص ولا زائد واحد. إذا هنا ناخد مثلا زد جوج نعوضها هنا غنلقى أو بي بي جوج، نعوض زد 3 نعوضها هنا نلقى أو بي بي 3، زد 4 نعوضها هنا نلقى أو بي بي 4.